بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، تواصل مستمرنا مع هذه الانطلاقات، هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا على أرضية هذا الميدان ملوح. سعد بن محمد بن خدوم الدهماني، وفي المركز الثاني هناك ثاني المراكز ما شاء الله تبارك الرحمن، رغد حمدان بن مخيط بن محمد الراشدي، وفي المركز الثالث وصلتنا في هذه الحاضو زايد بن عبد الله بن راشد بن زايد الحيائي، وفي المركز الرابع مستمعينا الاعزاء اللي في المركز الرابع، اللي في المركز الرابع انتقل وياكم الى المركز الخامس، شعار عبد الله بن حزيم بن سالم الفلاسي، وفي المركز السادس مراكز انا وصلتنا في هذه اللحظات مياز سعيد بن مبارك بن محمد اشتبي، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن ما شاء الله تبارك الرحمن وعد محمد بن سعيد برويس الاشتبي، وفي المركز التاسع تاسع المراكز مستمعينا الاعزاء مياس ولا المركز عاشر المراكز همس لمايد ولا محمد بن سلطان بن شطيض بن قميش اشتبي. هكذا كانت هي النتيجة يا محمد، هكذا كان الوصف التفصيلي، عدلنا الخربان. حاضر يا ابوي حاضر. هكذا كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالوفا والتمام. حيها الابتسامة، نتمنى لك التوفيق. بسم الله ما شاء الله. التواصل مستمر يا زايد، الناموس مستمر، الناموس متجول ما بين هذه الأسامي الجميلة الكبيرة الحاضرة هنا على أرضية هذا الميدان. المركز الأول، المركز الأول إلى مقدمة الشوط ضو زايد بضو للسيد زايد بن عبد الله بن راشد بن زايد حياي. المركز الثاني مستمعينا الأعزاء هناك الهائلة الثاني بن رشود بن أخويطر بن خنيفر المالكي. ثالث المراكز ما شاء الله تبارك الرحمن، اللي في المركز الثالث شعار المسافري، شعار المسافري حاضر. ثالث المراكز ما شاء الله سحايب عبد الله بن خليفة المسافري، غيرت الى المركز الثاني. المركز الرابع ايضا هو عوايد الحميد بن عبيد بن سالم بن حضيب النعيمي. المركز الخامس هناك من الجانب الاخر ملوح سالم بن محمد بن خدوم الدهماني. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، هكذا كانت هي نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. الله يا المركز الاول، اللي في المركز الاول اللي مسيطر على مقدمه هذا الشوط ما شاء الله تبارك الرحمن. اشوف الله يا المسافري عبد الله بن خليفه المسافري، غيرت على المركز الاول. المركز الثاني هناك في ثاني المراكز السيد ثاني بن رشود بن خويطر بن خنيفر المالكي، وفي المركز الله يسعفه، الله يسعفه. بسم الله بسم الله بسم الله. راشد بن علي بن سعيد بلومية الاشتبي، بلومية الاشتبي ابو سريدي. صباح الخير صباح الخير، صباح النواميس، صباح الانجازات. سلام عليك يا ابو سعيد، سلامي عليك يا ابو سعيد، سلامي على هجنك سواء في هذا الميدان او في اي ميدان. تحيه من عربه النقل من مذيع هذا الميدان لك يا ابو سريده. راشد بن علي بن سعيد باللوميه، باللوميه العوايد لاهلها يا ابو سريده، العوايد لاهلها. سلام تحيه واحترام لمالك هذا الشعار راشد بن علي بن سعيد باللوميه. تهانينا والناموس لحظات وصوله خط النهائي. المركز الثاني شعار عبد الله بن خليفه المسافري، المركز الثالث احمد بن عبيد بن مبارك، وفي المركز الرابع للسيد منصور بن علي البلوشي، وخامس المراكز ثاني بن رشود بن خويطر بن خنيفر المالكي. هكذا كانت النتيجه. التوقيت الزمني 4 دقائق 30 ثانيه 67 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.